يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف عن السمنية في الهند إنهم يجحدون من العلوم ما يسمونه الحسيات. لا يثبتون، لا يثبتون من العلوم إلا الحسية اللي يشاهدون بعيونهم، وما غاب عنهم ينكرونه. فلا وجود للرب ولا للبعث ولا للنشور ولا نعم. يقول فضيلة الشيخ يسمونهم الآن الماديين اللي ما يؤمنون إلا بالمادة فقط. نعم.